تطور ملحوظ يظهره أبناء القوات المسلحة في مواجهة العدوان وردعه، ما يحيي وفقا لمراقبين ومحللين عسكريين عن أن الجيش اليمني لا يزال بل ويمتلك العديد من الأوراق الكفيلة بردع العدوان السعودي مقارنة بقوى العدوان التي ألقت بكل أوراقها منذ بدء عدوانهم، ما يؤكد أن الجيش اليمني يمتلك الرؤية الأبعد للتصدي للعدوان مهما طال أمده. خطط وتكتيكات عسكرية يظهرها أبناء القوات المسلحة والأمن مع كل فترة وأخرى في ظل استمرار العدوان السعودي على وطنهم، موحين بتلك الخطط مدى استيعابهم للحرب وكيفية مواجهتها وفق مراقبين عسكريين. لم يشهد التاريخ على امتداده وفي مختلف الحروب والصراعات أن من يمتلك المال وقادر على كسب القوة حتما سينتصر في ظل افتقاده لخبراء عسكريين قادرين على وضع الخطط اللازمة للمواجهة. وهكذا هو حال العدو السعودي الذي رمى بكل أوراقه وثقله منذ بدء العدوان، ولم يتبقى لديه سوى قصف الشعب اليمني بقنبلة نووية نظرا لافتقاده إياها. صورة جلية واضحة للعيان تظهر مدى الخطط المرسومة لدى الجيش اليمني ومدى قدرته على مواصلة مواجهة العدوان مهما طال أمده، رغم افتقاره للمال والعتاد العسكري الحديث مقارنة بما يمتلكه العدو السعودي وحلفائه. فمنذ بدء العدوان ظل الجيش اليمني يترقب ويده على الزناد في استعداد للمواجهة، إن لم يرعوي قادة العدوان عن غيهم ورفع أيديهم عن اليمن وشعبه. أكثر من 60 يوما والأنظار الجماهيرية شاخصة صوب رد جيشها بفارق الصبر، فيما البعض أصابه اليأس من رد جيشه نظرا لما كان يشاهده من قصف جنوني لمقدراته. فخيل للبعض أن مقدرات اليمن الدفاعية قد انتهت ولم يعد هناك من أمل لرد يشعر العدو بالقدرة على المواجهة، كما خيل ذلك للعدو السعودي الذي أكد متحدثه أن 80% من الترسانات العسكرية لليمن قد تم تدميرها ليقع في فخ وخداع الحروب نتيجة افتقاره للخطط العسكرية اللازمة، إضافة إلى مصيبة العظمة التي وقعوا فيها واستهانته بخصمه، ليكون الرد ما يقع ويسمع وليس ما يقال. أسكود اليمن الأول كان أولى الردود المدوية لقوى العدوان السعودي مصيبا هدفه بدقة عالية في قاعدة خالد بن عبد العزيز، لتخرج بعدها تبريرات العدوان تارة بخلل فني وأخرى بإغلاق مضادات الصاروخية. أسكود اليمن الثاني كان محددا هدفه في أكبر قاعدة جوية، قاعدة السليل الجوية جنوب الرياض، لتكن تبريرات إعلام العدو السعودي عن نيزك سماوي سقط جنوب الرياض، ليتضح الأمر جليا بما يعانيه العدو من ارتباك وتخبط جراء الذهول الذي أصابه. بين كل فترة وأخرى وسكود وآخر ظلت الحدود اليمنية السعودية تشهد مواجهات بل وتقدم للجيش اليمني ولجانه الشعبية المساندة له في الأراضي السعودية، فيما كان جنود العدو يفرون جراء الضربات الموجعة التي يتلقونها، ولم يحرز العدو أي تقدم رغم مساندة طيرانه لجنوده. رد ثالث جاء مباغتا بل ومشيرا إلى تحول المعركة إلى منحنى آخر لم يعد للعدو أي تحكم أو سيطرة عليها، ليؤكد الجيش اليمني دخول منظومة صاروخية جديدة في خط المواجهة ودحر العدوان بإطلاقهم صاروخا باليستيا من نوع توشكا على قاعدة قوة الواجب البحرية للعدو في جيزان. هستيريا وجنون أصيب بها قادة العدوان مع كل ضربة يتلقونها، ليكن 26 يوما مذكرا للعدوان بيوم بدء عدوانهم، ويؤكد للشعب اليمني مدى القدرة لدى جيشه على المواجهة وردع العدوان مهما طال أمده
من خلال استهدافهم أكبر محطة لتوليد الطاقة بجيزان بصاروخ سكود مصيبا هدفه بدقة عالية. خيارات وخطط لا سقف أمامها سوى إيقاف المعتدي لعدوانه، هكذا يؤكد الجيش اليمني في حربه الدفاعية والمقدسة عن وطنه وشعبه، وأنه لا يزال يمتلك الكثير من الأوراق لردع هذا العدوان الغاشم والظالم وفق إمكانيته البسيطة، متكلا على الله وحده في ردع الظالمين عن ظلمهم وعدوانهم، واثقا بنصره وتأييده مهما بلغت قوة المعتدين وجبروتهم. فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يحل هذه اليمن اليوم. حمل الشارع اليمني مسؤولية الجرائم الإرهابية التي تحدث في المحافظة.